المقبرة الإسلامية الوحيدة في مدينة بئر السعبة تتعرض إلى انتهاكات مستمرة من قبل البلدية التي صادرت معظم الأرض وحولتها إلى مصفات للسيارات أو بنت عليها متجر النقب، وهي تعاني في الفترة الأخيرة من رمي النفايات. لذلك جاء العمل التطوعي لتنظيف المقبرة الإسلامية وإن كانت المشاركة فيه خجولة. دعونا إلى التطوع في مثل هذا اليوم، لكن لم يصل إلا العدد القليل. هناك أسباب كثيرة. مساحة المقبرة تقريبا 50 دونم أو أكثر. قبل عامين أو سنتين كنا في معسكر، قامت على هذا المعسكر الحركة الإسلامية وتجند أكثر من 200 إنسان لتنظيف هذه المقبرة. رسالتنا لجميع الأهل وللمؤسسات أن هذه المقبرة مقبرة إسلامية فيها قبور آباءنا وأجدادنا، والمفروض أن نحافظ عليها ونكرم هؤلاء الأموات. علينا إكرام آباءنا وأجدادنا في هذه المقبرة وتنظيف هذه المقبرة وصيانتها والتواجد فيها حتى نذكر الأجيال أن هذه مقبرة إسلامية، وأن مدينة بئر السبع أيضا مدينة عربية إسلامية، حتى لو كان يسكنها اليوم عدد كبير من اليهود. اولا يعني عدم الاهتمام ولا عدم انعدام روح التطوع وروح العطاء عند المجتمع عندنا، هذا ما ادى الى وجود هذه القله القليله من المتطوعين في المقبره. فلذلك اقترح على الجميع بان نرصد الميزانيات لاقل القليل لعمل التنظيف في المقبره، أما الأعمال الأخرى فنقيم لجنة حتى تتابع الأمور التي تمنع اندثار هذه المقبرة. جئنا في هذا اليوم من أجل أن ننظف المقبرة في مدينة بئر السبع، وللأسف لم يحضر إلا العدد القليل، ولهذا ندعو في مرات قادمة أن يكون العدد أكثر وأكثر حتى نستطيع أن ننظف جميع أنحاء المقبرة التي تخص جميع الناس، لأنها هي رمز لنا ورمز لكل إنسان عربي يعيش في هذه البلاد. هذا مهم جدا أن تكون هذه المقبرة مدارة ولها ناس يقومون بترتيبها وتنظيمها حتى لا تضيع من بين أيدينا ونحن لا نشعر بذلك.